داهمنا. هذا اللي كان عندي، لكن في كلمة أحب أقولها لكم. أنا في هالمكان كمدير إعداد أو إدارة القناة، مستحيل أن نجيب أحد من المتسابقين عشان نجحف حقه أمام الملاء. العشرات من الآلاف أو عشرات الآلاف من التغريدات موجودة في الهاشتاج يوميا، فمن غير المنطقي أني أنا أتحيز لمتسابقين ضد متسابقين، من غير المنطقي إطلاقا. أنا إيش مصلحتي؟ أنا عشت في زد رصيدك 3 و4 و5، وهذا هو الموسم السادس اللي أنا أبقى معكم فيه. هي مسؤولية وهي أمانة وضعت في عنقي، فإذا ما أديتها بالشكل المطلوب فإنني خصيم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أو خصيم من ظلمت عفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك أنا أقول وأشهد الله على كلمتي هذه أني أعاملكم بالتساوي بلا استثناء، وأقول عسى الله يسامح من أساء الظن، وبإذن الله موعدنا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية شباب، وجهك أبيض، الله يكرمكم، بيض وجهكم.